السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا حبايبنا؟ معايا صديقي تريم. هذا تريم بيلعب معانا طبعا ماينكرافت، فانا طبعا ويروح يكسر شوية اشجار، وبعد كده اروح في الاخر بقى بنعمل مغامرة جامدة. وهذا بقى لعبة ماينكرافت بنلعبوها. هنروح ايه ده؟ اوه ماي جاد، مكان ايه ده؟ ايه ده مكان تنين. والله يا صديقي ده مكان تنين، اقسم بالله ده احسن حاجة اللي انا بعيش مكان تنين جدا، الحمد لله. ايه المكان الغريب ده؟ مش عارف، صاحبي صديق ياخد حاجات بس الحمد لله يعني. فانا معايا تفاح، صاحبي عطالي تفاح واحدة، فانا بقى رايح اكتشف في اعماق البحار، تحت البحار يعني، حاجة غريبة. في تشيست ايه ده جواه؟ الله، تفاح وذهب واندر اي. اندر اي ده باخد نفسي شوية، وبعد كده اروح في حتة تانية اشوف هطلع منين يا رارو. اينما هو خلص لقيته، كنتش لاقي مكان، بس مكان غريب قوي. فانا بقى حط الاندر، بعد ما حطيته طلعت بره عشان اروح اكتشف ايرون وكده، اروح اكتشف ايرون بقى. فمستني صديقي يجيلي، فهو راح قبلي، وبعد كده انا لاقي نفسي رحت قبليه. في الاخر هو بقى جه عندي وبيكسر دايمون. لعب على سولفايفل فقط. بعد ما دخلت فاستنيت صديقي اللي بيحصل بالظبط، صديقي يتأخر بقى ولا ايه؟ محدش عارف، الله اعلم. نشوف اللي بيحصل. بعد ما اكل تفاح هو اللي نط وانا لا، عشان انا لما اجي انقذه يعني اطلعه وكده. فانا بقى استنيته بالهبل. بعد ما استنيت صديقي انا بقى كنت مستنيه، فانا سبته جوه. في الاخر هيجيلي على اخر لحظة. شحنة دواتي، هنروح نحارب التنين، نحارب التنين دواتي، نموت اندر من بس. اهو دواتي المعركة اللي احنا نحارب التنين ونموتوه انا وصديقي، بس اللي موته يبقى حلال عليه طبعا يعني. معاكم يوسف جيمر في بلعب ماينكرافت طبعا، جدول ماينكرافت جدول. التنين بقى ده احنا ما غشناش في الشارع ده، وطبعا نكونوا حاطين اللينك في الشارع ده وانتوا تنزلوه تلعبوا فيه في ستار 16 لحد ستار 21 في ماينكرافت الحديث على اندرويد فقط. فانا بقى طبعا بفكر اعمل لكم ايه يا شباب؟ عايزين نموت التنين ده، بس عايزين نفكر بتاع. في صديق عطلي اندر اي، العين اختفي بيها ده. طبعا شفنا التنين ده، عايزين نموت اندر دراجون. هذا عشان انا زهقت من هذا التنين ده، وطبعا جدا معاكم يوسف جيمر في. وايه اللي اختار شخصيه تريم ده؟ انا كنت لسه شخصيتي بتاع القناه نفسها، عشان انا كنت لسه شخصيتي يوسف جيمر في. فانا بقى عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، صاحبي مش عارف عايز يديني ولا يعطيني توب. عشان خاطر اكسر البتاع. شكرا يا صديق يا تريم، شكرا يا تريم. فانا طبعا معايا بطلع التوب طبعا دلوقتي حالا. شكرا يا صديقي، انت عطتني خشب حبيبي، ده صاحبي طيب جدا تريم مصري. في الاخر بقى انتوا هتشوفوا اللي هيحصل، صدمة كبيرة جدا. وطبعا والله يا شباب انا بقولكم الحقيقة، مش بكتب عليكم معلش، بس دواتي بطلع التوب طبعا عشان عايزين نحل دون
عشان عايزين نحل دول مشكلة جدا. فانا مبسوط الحمد لله. هو الليلة فرقعها، يلا انا استعد دلوقتي بالسيف. خيف لو عندي تخسر، اظن مش بتعود. فصديقي بقى عمال بيقول لي حط توبة عليك، هو حط توبة وراك، فهو افكاره حلو، افكاره هايلة. يرني كنت فرعت عليه، انا نزلي نسيت افرح عليه. موت بقى يا تنين موت. قاضي مش راضي خلى دمي واحد، وصديق عطت له العين نندر اي اللي اختفي بيها بتاع الدربان. فانا بقى افكر اقولك يا صديقي، في الاخر بقى نموت التنين الخضار، خضار جدا. يلا يا صديقي اعمل بيصلح مش عارف ايه في انكرافنج تيبل، سيف بتاعي كان قرب يتكسر. فصديقي صلح لي اجزي اجزي لو شكوش انا بصلح دلوقتي التنين، راح اموته واكمل عليه. فانا هكمل على التنين ده، فانا مش عارف دمه كام يعني الصراحة. فانا كنت فرعت التوبة بتاعته في اللحظة التانية. طبعا يا جماعة نشوفوا اللي بيحصل بالظبط. موت يلا تنين موت يلا. اوه ماي جاد. الحمد لله موت التنين ده. هذا تنين كده هنكونه في نهاية اللعبة.